من المفترض مقاطعة الحج، مقاطعة الحج حقيقة يعني، وهذا مو كلام الهيئة. الهيئة يعطونها شكلا، يعطونها شكلا الأولى ويجاوزون على كل الحرامات الموجودة. والله شنو، والله طلعت الهيئة الأولى على الحج، على شنو مو هذا اللي جاي يصير؟ على شنو الهيئة مو هذا اللي جاي يصير؟ هي أبشع هيئة الآن، هي الآن أقل. هي طبعا ليش؟ لا يا عزيزي، إذا ما قدرت تحافظ على أمن مواطنين شو سواني بالأكل والعجلات والسيارات والجسم؟ من حطها يعني؟ كان المفروض على اقل تقدير انه نسمع اكو هو يطولهم الاول ويخطفون من عندهم. اكو الموضوع بمتاجره، متاجره ماليه بعيده كل البعد عن دين الله. لو كان فعلا اكو دين الله، هيئه الحج هي تاجر متاجره ماليه. يا عزيزي انا 5 مخطوفين هاي خلال اسبوع، هذا حقيقه فشل ذريع. ما صدرت بيان الحكومه العراقيه. والله جاي اشتغل، جاي اتوسل، والله جاي اتحرك. هو هذا المرجو. والله خاف ننزل احنا من التصنيف بول اول العاشر.